بس السنين ما جاز إن شاء الله نعلمه. إحنا بالنسبة للمرحلة لازم كنا نعرف. اللي قلنا علينا طحون ليت تدلوا شنو اللي صار من دم اللي هو هيباتو جاستريك وهيباتو دوتين الليجمنت اللي تمتد من الاستمك الى الليفر. والجريتر كبجر هذا يرتبط بايش؟ كما على خطوه الجريتر من دم زين اللي عباره عن دبل لاروبيزر بيتونيا كسنت ثاورد بعدين يرجع مرتل خبورد زين فيصير فور تاير أو بسرعة تريتونيا هذا ليش تقول لا تريتا كبيرة طبعا ال الاستمك طبعا السايز مالته يختلف يعني مرات نشعة تكون كلش دايلات ممكن تكون كلش كونتراكتيف صغيرة هذه تختلف زين ال الاستمك طبعا الأهم شيء فيها شنو عندنا بلس سبلاي مال الاستمك وأخذتهم التفصيل بالمحاضرات اللي عندنا لفتاستريك ورايت كاستريك وغاسترو بلويك اللي هو قال كاسترو مينتال بيزوس زين اللي يطلع من غاسترو دوتينال ويطلع لنا ايضا من السبلينيك وعندنا شورت كاستريك اللي تطلع من السبلين كارتري زين فعندنا بروفيوز بلوك بيزال بلوك سبلاي بالستمك لان هي اكتف وهم تحتاج الى بروفيوز بلوك سبلاي زين هذا بالنسبه للستمك ان عندنا البنكرياس والسبلين طبعا هذا النموذج يوضح لنا هذا هو البنكرياس this is the pancreas and this is the spleen الدودينم نقسمه مثل ما نقول كده فور بارت عندنا الفيرست بارت وبعدين السكند او ديسندينج بارت بعدين ترانسفيرز او ثيرد بارت ولا السندينج او الفورث بارت اللي هو يكون سي شيب The C concavity provided by the head of the pancreas. هذا الهيد اوف البنكرياس. ومن الهيد يمتد عندنا جزء نسميه الانسولين بروسيس هذا ينزل inferiorly ويكون تحت ال superior mesenteric vessels. هذا superior mesenteric artery and vein. زين؟ فالانسولين بروسيس يكون تحت ال vessels هذه. زين؟ واللي هو جزء يعتبر جزء من الهيد. بعدين يجينا النك. شوية مكان مخصرة نسميها النك ويمتد بعدين البادي الانجيتد بارت ويمتد تيل بالتيل اللي يصل إلى حد السبلين الهايلم أو السبلين النك طبعا أهم ريليشن عندنا هوني بالنسبة للهيد بوستيريور ريليشن أهم شيء هو عندنا الفايدكت لأن الفايدكت راح تكون بوستيريور تو ذا هيد كما نعرف تطلع من الهايلم أو الليفر وتنزل خلف الهيد حتى تفتح وين؟ تلتقي مع طبعا البنكرياس تقدر تفتح من اثنين دودينام بالسكند بارت اللي هي الدليفر اوف جنكشن بين ذا ميدل اند لور ثيرد اوف ذا سكند بارت اوف ذا دودينام هاي نسميها انفولا او باتر اللي هي الجريتر دودينام فاميلي ليش؟ لان عندنا ليسر دودينام فاميلي هاي البنكرياس تقدر زين قبل ما تفتح بالدودينام حتلتقي مع البنكرياس مع الفايدكت تفتح السكند بارت هذا المكان اللي يفتحون فيه سميناه جريتر دودينال بابلي او امبولا او باتر وقلنا تقع عند جنكشن بين ذا ميدل اند لور ثيرد اوف ذا سكند بارت اوف ذا دودينال زين عندنا لسه دودينال بابلي ايش دي؟ بس بتقع هيك من يفتح فيها؟ اكسسوري الاكسسوري البنكرياتيك تت اللي تمشي
تمتد من الألسنة تبروسيس زين وتفتح بالليزر بيتنت بابلي مكان على اللي هي هذين الجنكشن بتوين ذا أبر أند ميدل ثيرد أوف ذا سكند بارت أوف ذا دينم ومكان فتحتها حنسميها الليزر بيتنت بابلي. بالنسبه للنيك ريليشن مال النيك اهم ريليشن عندنا هو شنو البورتال بين. البورتال بين منين تكون؟ سوبيريور سبرينيك بين سوبيريور سبرينيك بين وعندنا سوبيريور ميزنتريك بين تكون خلف النيك وفي البنكرياس شكلوا لنا البورتال بين اللي حتدخل بالبورتال باكس. تبتدى عندنا البادي مثل ما قلنا على السوبيريور بوردر اوف البنكرياس سبرينيك ارتر هذا من اللي تطلع من الترنك من سيرك الترنك ويمتد اوفر ذا ابر بوردر اوف ذا بنكرياس ويدخل بعدين بالهاينم اوف ذا سبلين قبل ما يدخل على القسم الى 4 تو 5 برانشز وبعدين يدخل داخل الهاينم زين. السبلين مثل ما نعرف عباره عن لمفويد اورجن ولايز وين بالليفت ايضا هايبوكوندري بوستيريور تو ذا ستومك وهو من الستركشرات اللي ريليتد تو ذا ستومك بيت ويقع بينه وبين البرزل زين. هذا السبلين يكون ريليتد طبعا هو تو سيرفيس هذا سميه دافرماتيك سيرفيس ريليتد تو ذا دافرم وللتاسع والعاشر وال11 ريبس ال11 راح يكون العاشر راح يكون ياخذ طول السبلين بوستيريور هذا الدايكرامتيك سيرفيس وهذا نسمينه البزرا سيرفيس واللي وسطه تقريبا بالوسط عندنا الهايلا مثل ما قلنا اللي هو السايد فور انترنس اند اكزيت اوف ذا سبلينيك فيسلز يعني راح تدخل الارتري ويطلع عندنا السبلينيك فين وعندنا تو بوردر هاي نسميها انتيريور بوردر وبها السبلينيك نوتش اللي هي واضحه وخصوصا من يكون عندنا سبلينيك انلارجمنت نميز النوتش كلش واضحه وهذه عندنا البوستيريور بوردر. بالفيزر سيرفس عندنا هذا الجزء سوبيرو انتيريورلي هذا راح نسميه ايش؟ جاستريك امبريشن هذا بوردر ريليتد تو ذا ستومك نسميه جاستريك امبريشن زين. اي هذا راح يكون بوردر كوليك لا هذا بوردر كوليك كوليك بيكتشر يهون الرينال سيو الرينال كوليجيو اللي وعى هوني اللي قدام الليفت كوليك فليكتشر بعدين هوني الليفت كيدني او الرينال امبريشن وهاي قلنا لك دي غاير الجاستريك وعلى الايلم راح يكون مثل ما قلنا الدير اوف ذا بنكرياس هذه بالنسبه للبزر سيرفس مثل ما نعرف البلس سبلاي المين اللي هو السبلينيك ارتري اللي يطلع من السيريال ترانك ومثل ما قلنا يمشي اوفر ذا بنكرياس ويدخل الى طبعا البنكرياس فيها كثير ريليشن ممكن تاخذها انتيريور بوستيريور ريليشن زين هاي كلها تاخذوها كلها بالنظر هون يعني ما نطيق نحدد الريليشن لان نموذج زين واضحه؟ سؤال؟